اللي حصل من مشاكل على المسلسل و... 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 وكمية الناس شوية تتكلم عن البذخ اللي في القصور أو في شكل القصر، الناس اتكلمت عن مي عمر وعن محمد سامي، انت جوه المطبخ كنت شايف ده ازاي؟ هقول كلام ممكن يزعل ناس كتير بس هقوله. يعني مي عمر ممثلة شاطرة طبعا ونجمة، ومي عمر قبل رمضان مباشرة، مش هقول بقى قبلها بكام سنة، مي عمر مش أول بطولة لمي عمر، لؤلؤ تمام. لا أنا بتكلم كمان على مستوى، على مستوى يعني كان رايح المدام مي عمر، كانت موجودة في أكتر من عمل من الأعمال المهمة يعني في الأسطورة في يعني مي عمر مش جديد عليها النجاح أو مش جديد عليها فكرة البطولة عموما يعني. ومي لسه بنقول اهو كان قبل رمضان مباشرة كانت عاملة مسلسل بطولتها، والمسلسل كان محقق نسبة مشاهدة عالية جدا ومحقق يعني رد فعل كويس جدا مع الناس. مي عمر برضو خلينا اكون واضح وصريح، انا شخصيا الى ان ابتدينا تصوير انا كان معايا لحد الحلقة التاسعة، فانا لا اعرف حجم دور مين ايه ولا حجم دور مين ايه ولا ما اعرفش التفاصيل دي، ده نمرة واحد. نمرة اتنين تقريبا ما كانتش متقاطعة معايا في شغل، يعني احنا ما تقابلناش انا ومي، ممكن نكون اتقابلنا في مشهد او مشهدين ما كانش فيه حتى حوار بي. نمرة اتنين. نمرة تلاتة فكرة البذخ في الديكور بتاع مش انا اللي اقدر احدده، انا ممثل اللي يقدر يقول ده في مخرج في انتاج مش انا، انا ما اقدرش اقيم ده تمام. ما انا ممكن يا سيدي اصرف على ديكور واحد كل ميزانية الديكور بتاعت المسلسل وباقي المسلسل ما اصرفش عليه ديكور، ده موضوع مش انا اللي حدده يعني، دي حاجات مش الممثل، مفيش ممثل يقدر يحسمها او يشوفها. العمل القاعدة الذهبية اللي انا بقولها دايما، احنا طول الوقت بنجتهد وليس علينا ادراك النجاح، بمعنى ان انا طول الوقت بحاول ان انا اجتهد في دوري، احاول ان انا اعمل دوري بالشكل اللي يليق بالعمل وبالشكل اللي يليق بالمتفرج. في النهاية احنا بنعمل العمل ده وبنسبة 90% بيبقى زي البطيخة، ممكن تبقى حمرة بس طعمها وحش تمام. فانت ما عندكش ضمانة لفكرة ان ممكن العمل يكسر الدنيا، فيش الكلام ده، وإلا كان كل الأعمال كسرت الدنيا يعني. لو عارفين الطريقة لو عارفين الطريقة ما كنا عملناها وخلاص. احنا ليه احنا في الآخر بنجتهد، وفي الآخر بعد الاجتهاد ده الناس بتشوف العمل، بعد كده بيبقى فيه رد فعل للناس، ده بقى دور المتفرج يقول والله العمل ده كان فيه مشكلة في ده أو كان فيه مشكلة في ده أو إحنا ما عجبناش ده أو الحكم للسيد الجمهور، أنا بسميه السيد المتفرج هو صاحب الحكم، واللي هيقوله أنا موافق عليه ما أقدرش أتكلم، ما أقدرش أقوله لا أنت غلطان، ينفعش فنان بيقدم، ينفعش أي حد بيتصدر يا أحمد لعمل عام يقول للناس لا انت لا انا صح واللي بعمله صح، لا يجوز.